ورجعنا لكم تاني. وقبل ما اختم الحلقة بتاعت النهاردة انا عايزة اقول حاجة. احنا كنا في الموسم الاول بنتهاجم وبيقولولنا ليه بتسلطوا الضوء على حاجات مش كويسة في العالم العربي عامة او في مصر او في اي دولة، مع ان كل اللي احنا اتكلمنا فيه في الموسم الاول بيحصل في كل دول العالم. انا عايزة اقول ردا على الحاجات دي، احنا مش بنسلط الضوء هنا علشان نخلي ان المجتمع شكله مش كويس او المجتمع بيحصل فيه حاجات شاذة، لا خالص. حاجة زي زنا المحارم كده، زنا المحارم للأسف الناس من خوفها من الفضيحة ممكن الأم تستحمل ان تشوف بنتها بتغتصب كل يوم وهي عارفة وتسكت عادي جدا. ليه بقى يا جماعة؟ علشان خايفة من الفضيحة. والأسوأ يعني واللي انتوا ممكن تسمعوه وتصابوا بصدمة ان انا سمعت بودني واحدة بتقولي ما هو ده برضو جوزي واللي بيصرف على البيت. طب احنا المفروض ما نسلطش الضوء على الظواهر دي؟ يعني المفروض نسكت؟ المفروض ما نتكلمش؟ المفروض ما نتكلمش عن حالة زي الاغتصاب الزوجي؟ المفروض ما نتكلمش عن عملية تنظيف المقابر اللي طلعنا منها سحر واعمال قد كده؟ المفروض ما نسلطش الضوء على الحاجات دي ونعمل توعية للناس ونقوي قلبهم ونقول لهم ما تخافوش، احنا او الاعلام او اي منصة في ظهركم وبتتكلم واقفة معاكم ومن الشجاعة ان انتوا تطلعوا وتتكلموا؟ يعني بالعكس احنا شايفين ان تسليط الضوء على الظواهر دي بتساهم ان رجال الدين تتكلم ورجال الاعلام تتكلم والاطباء النفسيين وخبراء ومتخصصين في علم الاجتماع يتكلموا علشان نصلح منها، مش بس ان احنا بنسلط الضوء وبنقول لكم ده في زنا محارم وبنمشي. بالعكس احنا بنقول حلول وبنجيب خبراء وبنتكلم مع دكاترة وبنتكلم مع ناس بتلاقي حلول. يعني الواحد لو فضل يتكلم عن الحلول اللي هو شايفها من غير ما تطرح على وتسمع الناس يسمعوها ويحسوا ان في ناس عارفة المشاكل اللي هم فيها، بالذات من الطبقات الوسطى والفقيرة اللي هي بتشوف ان هي مهمشة وان قضاياها دي محدش بيتكلم عليها. بالعكس سايكو الموسم الاول اتكلم عن حاجات كتير، وسايكو الموسم الثاني هيتكلم عن حاجات اكتر، وهيتكلم عن الجريمة وهيتكلم عن أسبابها وعن دوافعها وعن المشاكل النفسية لأي فرد حتى عادي بيمر بيها. وختاما أشكركم مشاهدينا على متابعتكم لنا، واستنونا يوم الأربعاء اللي جاي الساعة 6:30 مساء وقضية سايكو جديدة. تحياتي ندى زيدان.